ابن الميه ولو اتحط في الميه بيموت؟ ابن الميه وبيتحط في الميه بيموت. ايه هو اصل السؤال؟ ابن الميه ولو حطيناه في الميه بيموت. الميه ولا ايه؟ قربي بس شويه كده. ابن الميه وايه؟ بقى اتعدي لي قدام الكاميرا. ابن الميه ولو حطيناه في الميه بيموت. حطيناه في الميه بيموت. ولا ايه ده؟ سمك؟ سمك لو حطيناه في الماء بيموت؟ هي السؤال في دماغي بس هو مش فاكراه. الاناديل، الاناديل. ابن المية ولو اتحط في المية بيموت. اعشاب المية نفسها. يعني ابن المية؟ ابن المية ده لو عايش في المية. ابن المية نفسها اكسجين. مش فاهم. ابن المية يعني هو من المية اصلا. ما هو من لو حطيته في الميه بيموت. ايه هو؟ انا، ما هو انا من الميه. 70% من الانسان ميه. انت من الميه؟ 70% من الانسان. ثلج؟ صح، ثلج صح. عيد ميلاد النهارده. لسان وانت طيب. وانت طيبه. بيرث داي. شكرا. ابن الميه ولو اتحط في الميه بيموت. ابن الميه لو اتحط في الميه بيموت. الشاي. الشاي بيموت لو اتحط في الميه؟ ايه الكلام الجانبي؟ ابن المايه ولا حد؟ السمك لو اتحط في الميه بيموت؟ لا، امال لو خرج من الميه بيموت. ابن المايه يا مش فاهم برضه. ابن المايه ولو حطيناه في الميه بيموت. ابن المايه لو اتحط في الميه يعني ايه؟ ابن المايه؟ لا، ما تقف عدل وبص للكاميرا كده. ابن المايه ده يعني هو اصلا من الميه، يعني حاجة في المية ولو طلعت من المية بتموت؟ أي حاجة من المية نفسها. ولو حطيناها في المية بتموت. تلج. معرفش أنا في الأسئلة دي. ابن المية يعني حاجة من المية ولو حطيناها في المية بتموت. ابن المية لو نحطه في المية بموت؟ معرفش. يعني إيه ابن المية؟ ما باخدش بالي برضه في الكلام اللي بتتكلمي فيه برضه، بتتكلمينا في حاجة احنا نعرفها. يعني الإجابة أنت مش هتعرفها يعني لو قلتها لك؟ هتقول لي إيه ده أنا كنت عارفها أنا زي ما قلت. لا، مش هاخد بالي من الحاجات دي خالص. يعني التلج مش ابن المية؟ إيه ده؟ التلج مش ابن المية؟ التلج لو هنحطه في الماء بيسيح. أيوه يعني بيموت. بيموت، إيه يموت بقى؟ لا بيموت. لا بيسيح ما بيموتش. ما هو بيسيح يعني بيموت. تمام. أنا أقول لك بيسيح؟ تمام. لو حطيناه في الماء بيموت؟ إزاي؟ السمك. التلج. التلج مش عارف يعني ايه ابن المية. ابن المية ما هو التلج بتحط بالليزر بيتلج. مش عارف والله هو اللي بيقوله صح ولا لا. بتضحك مصدوم ولا بتضحك على تفاهة السؤال ولا ايه؟ انا بضحك عليه، ما انا مش عارف السؤال يعني ايه اصلا. ما هي طب انت اجابتك ايه؟ السما. ازاي؟ وانت؟ لا التلج. عايش سقف. ايه؟ سقف له. ايوه هو السمك لو طلع من الحقي. صاحبتك بتقول لي السمك. ايوه هو السمك لو طلع من الميه بيموت. ابن الميه يعني ايه؟ ابن الميه؟ سؤال صعب. بتضحكي ليه؟ مش عارفه. ابن الميه هو مش صدمه ولا انت بتضحكي عادي على التفاهه؟ هو صدمه بصراحه. سؤال تافه ولا هو تافه؟ انت ما بتجاوبوش ليه؟ ما هو تافه بس صعب. طب ينفع اقول لكم يعني ابن الميه؟ طيب يمكن تحلوها. يعني ايه؟ يعني من الميه. هو اصلا من الميه. هو اصلا من الميه؟ ازاي بيموت ازاي يعني؟ طب ايه اللي بيتعمل من الميه؟ كل حاجه. زي ايه؟ زي كل حاجه. كل حاجه ميه يعني ادواتنا كلها ميه. معلوماتنا ميه برضو في الضياع. كل حاجه ميه يعني مش التلج. التلج. تلج. التلج بيسيح في الميه صح كده؟ التلج بيسيح في الميه صح. ابن الميه لو حطيناه في الميه بيموت. ابن الميه لو حطيناه في الميه يموت؟ لا ما اعرفش الصراحه. يعني ايه ابن الميه طيب؟ السمك مثلا؟ امال ايه؟ سمك لو حطيناه في الميه بيعيش؟ لا طبعا بيعيش. ابن الميه يعني هو اصلا من الميه. اللي هو اصلا من الميه؟ ابن الميه اللي هو اصلا من الميه بيموت؟ لو حطيناه في الميه بيموت؟ لا 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 ما اعرفش السؤال ده بصراحه. سؤال غريب بصراحه. يعني التلج مش من الميه؟ طبعا.
لو حطيناه في الميه بيسيح؟ لا بيسيح بس مش موت. ما انا لو قلت لك بيسيح هتعرفه. لا صح. التلج ولا مش التلج؟ لا نصحى برضه. السؤال حلو ولا صعب؟ لا جميل.